بتتكلم على حاجه قبل الاعاده. اي حد ما يقلقش من عزوف المواطنين عن المشاركه يبقى ملوش علاقه بالعمل العام. اللعيب الكوره اللي ما بقاش حاسس انه بيلعب وفي جمهور بيتفرجوا عليه ومش مهم هو هيكسب ولا مش هيكسب يبقى هو عنده وهم. يعني الدكتور محمود على حزب المصري احنا عنده ما قلتش على الدكتور. ما هو الدكتور محمود اللي قال دلوقتي هو قال. انت بتقولي بقى يا استاذه رشا. لا هو اللي بيقول يا فندم مش انا لسه ما قلتش حاجه انا سايب يعني ارجوك ناخد ايه فرصه كده في المناقشه عشان شايف كده النهارده متعصبه على غير العاده. عايز اقول انه لا انا بقى هنا هقف مع لان انا عندي مشكله مع الديمقراطيه الاجتماعيه. انتوا عندكم مشكله يا جماعه. انا مش متعصبه عليا. لا 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 ثانيه واحده يا فندم. يعني انا بناقش وانا عارفه كويس قوي انضباطي الانفعالي وهذا رد بالمناسبه استعيده بقى على حضراتكم انتوا الاثنين على احمد فوزي وعلى زياد العليم بما انك جبت لي. معلش اتفضل. عايز اقول انه يعني انت تساليني وبعدين بتاخدي مني جزء من الاجابه. يبقى ده مش متعصبه باخد برد على حضرتك. في حاجه في فن الحوار عندنا في الاعلام اللي انا اعرفه اسمها الفولو اب. انا بعمل فولو اب على حضرتك بتقول. انا متاسف يا استاذ رشا. اي واحد مش حاسس ان احنا في ازمه او في مشكله وهو ليه علاقه بالعمل العام دلوقتي بغض النظر حلولنا ليها ايه يبقى هو عنده مشكله. زي تاني لعيب الكوره اللي ممكن يكسب ومفيش جمهور بيتفرج عليه يبقى عنده مشكله. احنا المكسب اللي طلعنا بيه من ثوره 25 يناير ان المواطنين المصريين كانوا بيشاركوا في العمل العام. بيشاركوا في الحياه العامه. ما كانش في احزاب يوم 19 مارس لما الناس كانت واقفه قدام طوابير طويله عشان تشارك في الانتخابات. اللي هو الاستفتاء بتاع 19 مارس بغض النظر على الحشد بتاعه علشان كان المسؤول عن الحشد مش الاحزاب ولا الاعلام. عشان في ناس بتقول ان الاعلام كان وحش ما حشدش الناس حشد الناس. ممكن الاحزاب والاعلام يكونوا عندهم دور في حشد الناس. انا اللي بيحشد الناس المناخ والعام هو اللي بيحشد الناس. اذا الناس كانت عندها شعور انه هي مستدعيه لشيء مهم بالنسبه لحياتها هتنزل تنتخب. اذا الناس عندها شعور انه هي هتنزل تروح الانتخابات عشان ده هيأثر على حياتها العامه يبقى عندها مشكله. مش صحيح ان المفروض ان انت تنزلي الانتخابات عشان تشعري بالخطر. دي مش في المجتمعات الديمقراطيه لما تشعري او مش على طول في مناهرجات تاريخيه. يعني ممكن في وقت من الاوقات الاستفتاء في جنوب السودان ده شعور بالخطر. الاستفتاء كان على مارس ده كان شعور بالخطر. انما لما يكون في انتخابات برلمان هو البرلمان بيعمل ايه؟ البرلمان بيشرع وبيراقب وبيأثر على الحياه اليوميه للمواطنين. اذا المواطن ما نزلش انتخابات البرلمان ده في مشكله. وانا رايي ان الانتخابات دي بتاعه 2015 هي الاقل مشاركه في كل الانتخابات اللي اتعملت من اول ثوره يناير لحد دلوقتي باستثناء انتخابات الشورى ام 7% اللي هي كانت بتاعه. ليه الناس ما نزلتش في الانتخابات دي؟ عشان ما كانتش عندها شعور بالاهميه. مفيش مجتمع يدعى للانتخابات ما لا يقل عن 18 مره. احنا المواطنين دعوا للانتخابات من سنه من يناير 2011 لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ما لا يقل عن 18 مره. ودعوتهم بطريقه واحده بس، انزل عشان العجله تمشي، انزل عشان العجله تدور، انزل عشان نخلص بقى. فالناس نزلت 18 مره وما حسيتش قوي ان العجله بتدور وما حسيتش قوي ان هم هيخلصوا. وفي تكرار كل شويه لنفس طريقه الدعوه ونفس الطريقه اللي بيتم دعوتهم بيها. احنا متصورين ان احنا لو نزلنا شويه فنانين او طلعوا عملوا اعلام في التلفزيون نقول للناس تنزل فالناس تنزل، او ان احنا نجيب حد يشخط فيهم ويشتمهم ويقول لهم انزلوا عشان انتوا اللي متغطي بيكم عريان ان الناس هتنزل. لا، الناس عندها قدر من الذكاء اللي تحس ان الانتخابات دي مهمه ولا مش مهمه. من يصنع المناخ العام؟ حاجه بتقول لي ان المناخ العام لم يكن محفزا لنزول الناس على الانتخابات. من يصنع المناخ العام؟ اللي يصنع المناخ العام الدوله لانها المسؤوله. يعني السلطه اللي بتحكم هي المسؤوله عن صناعه المناخ العام. هي اللي صنعت قانون انتخابات طارد لمشاركه الاحزاب. هي اللي صنعت مناخ سياسي يتكلم عليه الدكتور عمرو وكل الناس حذرت منه، ان انت بتسحب مشاركه المواطنين من المناخ العام فبيعود وجوه تانية قديمه. اكيد احنا لينا اخطاء ممكن ابقى اتكلم عنها. الاخطاء بتاعتنا تتعلق بان فينا جزء مننا بيتعامل مع مشاركه في الانتخابات او عدم المشاركه في الانتخابات يا بتطفي شرعيه على النظام ولا بتطفيش مثلا شرعيه على النظام. فعايز ينتقم من النظام بانه ما يشاركش. ممكن. او ان هو كل هدفه فقط من المشاركه في الانتخابات ان هو هيحصل على مقعد ولا مش هيحصل. انا مثلا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مش واخد قرار بمشاركتي في الانتخابات علشان احصل على مقعد. اولا احنا اعترضنا على قانون الانتخابات. اعترضنا على مناخ الحريات. معترضين على قانون التظاهر. خلينا اطراف في الحكومه خرجوا من قانون التظاهر. اعترضنا على عدد من القوانين. اعترضنا على المسار السياسي اللي موجود في داخل الانتخابات. ليه داخل الانتخابات؟ اولا لاني ما عنديش مجال فيه صراع ما بيني وما بين ناس عايزه تقفل المجال العام. انت يا اللي لسه كنت بقول لك متعصبه عايزه تفضلي فاتحه المجال العام، انا بعتذرلك. عايزه تخلي فيه مجال عام مفتوح. التعميم وحش اولا. انا ما بشوفش الاعلام كله زي بعض. انا لو شايف المراكز الدراسات كلها مش زي بعض، الاحزاب كلها مش زي بعض، في
ناس عايزه تغلق المجال العام وترجعنا زي الكتاكيت لقبل يناير 2011. في ناس تانية عايزه تخلي المجال العام مفتوح. انا عايزه اخلي المجال العام مفتوح، دي معركتي. فعايز تبقى ايجابي وتشارك، عايز افضل موجود. انا عندي قانون تظاهر، عندي سياسه في الجامعات، ما عنديش، بطلعش في الاعلام كتير دلوقتي، مش اي اعلاميين يطلعوا ناس زينا دلوقتي، فما قداميش مجال غير ان انا اطلع اشارك في الانتخابات. ولما بشارك في الانتخابات ببقى مشاركتي في الانتخابات اولا مثلا عايز في حتت موجوده، محافظات معينه. يعني حاجه مثلا لما تيجي تقري نتيجه الانتخابات بتاعتنا، احنا بنعيد في 5 مقاعد. انا من وجهه نظري الشخصيه انه انا كان ممكن لو في مناخ افضل كنت اعمل اكتر من كده، لو في قانون انتخابات افضل كنت اعمل اكتر من كده، لو في لجنه بتشرف على الانتخابات حاسمه وبتقول اللي بيصرف فلوس كخه حتى مش بتشيله. طيب نيجي في مساله صرف الفلوس، لان دي مساله في غايه الاهميه. 1.2 مليون جنيه في المرحلتين بتوع الانتخابات. لما تيجي مثلا تبص على النتائج، انا مثلا عملت ايه؟ خدت 77 مرشح، 80% منهم من اعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. عدت فين؟ عدت في اسيوط اللي كان عندي فيها 4 نواب فعدت باثنين، عدت في سوهاج اللي كان عندي فيها نائبين فعدت بواحد، عدت في الاقصر اللي كان عندي فيها نائب فعدت بواحد. يعني قصدك ان مراكز قوتك لسه موجوده؟ مراكز قوتي قلت بس لسه موجوده. ومشاركتي عايز ارفع الرايه بتاعتي، اقول للناس ان انا نازل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ده خطبه عمل كذا، نازل علشان انا في مصر في صراع عشان المجال العام ما يبقاش مقفول.